الماس تافه مش سهل. عارفين كلمة تافه يعني ايه؟ بس شوية مخ عندك، وللأسف قاعدين قدامي مفيش مخ. قلت لكم حلوا المسألة دي، ناس حلت صح ومعظمكم حل غلط. بصوا معايا، هي دي كام؟ اقروا كده المسألة. ها، 18 ديفايد كام؟ قلنا نحولها إلى صيغة الريشو اللي هي ايه؟ 18. ها، 250. أول خطوة طريقة تفكير، وأنتوا كلكم معاكم آلة حاسبة مش بقول بدماغ، هنمسك الرقم الإيه؟ الكبير. فين الرقم الكبير؟ الإيه هنا الكبير دوت 50 إيه؟ نعمل له ديفايد 18. هل ينفع ولا ما ينفعش؟ شوفوها كده فيها الإيه؟ يعني الكبير ينفع يتقسم على الصغير، يبقى نعمل ديفايد الصغير نفسه مش رقم تاني. 54 ينفع أعمل لها ديفايد 18؟ يبقى نقسم على ال 18. يبقى 18 ديفايد 18 فيها الكام؟ فيها ال 1. 54 ديفايد 18 بايه؟ خلصت في خطوه واحده. واحد يقول لي يا مستر طب دي ايه دي؟ دي ايه ده؟ 8 ايفن ولا اود؟ ايفن. طب والفور دي ايه؟ ايفن. طب ايه رايكم لو عملناها كده؟ ادي 18، لحظه، 2 كام؟ 54. دي ايفن وايفن، يبقى نقول ديفايد كام؟ 2. خطوه خطوه، يبقى فيها الكام؟ 9. ها، وديت حتى بالاله الحاسبه تطلع كام؟ 27. نقول بقى لحظه، ممكن هل الكبير ده ينفع ديفايد ده مره واحده؟ يبقى فيها الكام؟ نقسم على الصغير اللي هو الناين، يبقى فيها ال 1 نفس الايه؟ واحد تاني كان ممكن يقسم دوت ديفايد 3 ويمشي خطوه خطوه. ايه اللي مش مفهوم بقى فيها؟ تعالوا هنا بصوا لي هنا، شايفين المساله دي؟ برضو نحولها الى ايه؟ ها، 17 تو 88. اول ما نفكر، ما احتمال ينفع صح واحتمال غلط، ما بقولش صح. فين الكبير هنا؟ ركز معايا هنا، بص لي هنا، بص لي هنا، فين الكبير هنا؟ 88. نعمل له ديفايد ايه؟ 17. شوفوا بالآلة الحاسبة ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ها، ها، يعني طلعت بكام؟ يعني نفعت. يبقى نعمل ايه؟ نعمل ديفايد ايه الصغير؟ ديفايد كام؟ يبقى فيها ال1 ودي فيها الايه؟ خلصت. خلصت يا بيست، مالكوا في ايه؟ وقاعدين مبلمين. وها، طيب الاخيره دي برضو ادي ايه؟ اقروا الجمله، سألت تبقى ايه؟ ها، نحولها ريشو. ايه؟ تو كام؟ 100. برضو اسهل حاجه نعمل ايه؟ نجيب الكبير نعمل له ديفايد الصغير، ينفع ولا احتمال؟ واحتمال ينفع؟ لما نمسك اله الحاسبه نعمل ديفايد لل 100 ايه؟ 114 ديفايد، ها، 19، تطلع بكام؟ يعني ينفع. يبقى نقسم على الصغير اللي هو ايه؟ يبقى 1 2 كام؟ 6. ايه المشكلة بقى؟ قولوا لي لا لا لا، يعني كده هتزعلوني، هصعب لكم المسألة. تعال ناخد النوع التالي، مش أصعب، يعني إزاي نتصرف في السيمبليفاي؟ على فكرة ده عشان